أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياء استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم
قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا
نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم فهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين وغير مغروشات
والزيتون متشابها وغير متشابه. ومن الأنعام حمولة وفرشا نبئوني
صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ صدق الله العظيم.